فدك. وما هي أرض فدك؟ إن فدك مجموعة من القرى تقع من المدينة بمسافة سفر يومين، وإن أهلها كانت اليهود، لأن اليهود قد سمعوا، كانوا سمعوا وقرأوا في كتبهم أن النبي في آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم سوف يظهر في أرض يقال له أرض يثرب، وفي أرض ذات النخل، وإنه يظهر في هذا في أرض الحجاز. إنهم قرأوا ذلك في تبشيراتهم وفي كتبهم من الأنبياء السلف. فلأجل ذلك إن اليهود خرجوا من فلسطين وجاءوا إلى الحجاز وسكنوا في الحجاز انتظارا لقدوم مولانا صاحب الرسالة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فقسم منهم حينما جاءوا كانوا يبحثون عن أرض يقال له يثرب قريب من جبال أحد، وهذا الرواية موجودة في بحار الأنوار على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فقسم منهم وجدوا الأرض وسكنوا هنالك في المدينة المنورة، وقسم منهم لم يجدوا هذا المكان، سكنوا في خيبر وسكنوا في فدك وسكنوا في تلك القرى. والذين سكنوا في يثرب وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتبوا إلى أقاربهم وبني أعمامهم اليهود الذي كانوا يسكنون في فدك وفي خيبر: إنا وجدنا هذا الأرض، وهي أرض المدينة المنورة يثرب، الذي جاء في كتبهم وفي توراتهم وإنجيلهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوف يظهر في ذلك الخطة. فكتبوا إليهم: إنا وجدنا ذلك الأرض. فكتبوا إليهم أرض أهل خيبر وأهل فدك: نحن نؤمن بما أنتم وجدتم هذا الأرض، فإننا منتظرون لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أنتم تنتظرون، فأخبرونا حينما ظهر، نحن نهاجر إليه من فدك ومن خيبر ونؤمن به وننصره. فإن هذا هو متفق عليه بين الشيعة وبين العمرية، إن اليهود جاءوا إلى أرض العرب كالمهاجرين، ولم يكن اليهود من سكان جزيرة العرب الأصليين، ولكنهم جاءوا إلى جزيرة العرب لأنهم قد قرأوا في كتبهم وقد سمعوا من أنبيائهم ورهبانهم بأن النبي في آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم سيظهر في هذا الأرض. وإنهم كانوا يظنون وكانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوف يكون من بين أنفسهم من بني إسرائيل، وحينما رأوا أنه ليس من بني إسرائيل بل إنه من بني إسماعيل من العرب، فحسدوه صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفوه بعدما عرفوه وبعدما أيقنوا واستيقنوا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين، وهو النبي الذي بشر به موسى وبشر به يوسف وبشر به يعقوب وبشر به الأنبياء في بني إسرائيل عليهم السلام. جحدوه، لا لم يجحدوه عن جهل، ولكن جحدوه مكابرة وعنادا ولم يؤمنوا به. فهؤلاء أهل فدك وأهل خيبر كانوا اليهود يسكنون فيه اليهود. جاء في كتاب معجم البلدان للحموي ذكر قرى فدك، فنريكم إخواني الأعزاء لكي تعلموا ما هي أرض فدك وما هي حدودها. هذا كتاب معجم البلدان في المجلد الرابع، معجم البلدان للحموي الرومي البغدادي، المجلد الرابع، تبع دار الصادر في بيروت، بل في صفحة 238 جاء ذكر فدك. هذا فدك،
وفدت قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة، أفاءها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الفدك فيئا ولم تكن غنيمة من غنائم الحرب. في الكتب العمرية إخواني الأعزاء سوف تلاحظون هنالك فرقوا، كما جاء في سورة الأنفال وفي سورة الحشر كما تلوت عليكم الآيات، إن الله تبارك وتعالى فرق في كتابه الكريم بين الفيء وبين غنائم الحروب. إذا كان المال المحصول من الكفار بدون أي تنازع أو أي حرب فإنها يكون من باب الفيء، وإنها يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالصة. وإذا كان من باب الغنائم في الحرب بعد الحرب والقتال فإنها تكون بل للمجاهدين فيها حصة وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم خمس. فهذا هو الفرق بين الفيء وبين الخمس، قد صرح به على كتبهم الكثيرة. بل هو القضية واضحة لا تحتاج إلى بينة والدليل، وفي خلال مباحثنا سوف يوضح لكم أكثر. فدك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة، أفاءها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنة سبعة صلحا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل خيبر وفتح حصونها ولم يبق إلا ثلث واشتد بهم الحصار راسلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه أن ينزلهم على الجلاء، وفعل، وبلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصالحهم على النصف من ثمارهم وأموالهم، فأجابهم إلى ذلك، فهي مما لم يجف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة. إن العين الفوارة في الحجاز قليلة جدا جدا نادرة، أما في أرض فدك يوجد، والنخيل أيضا في أرض الحجاز وفي الجزيرة العرب قليل، ولكن في أرض فدك كانت في السابق كثيرة، حتى إن شاء الله أريكم. قالوا في القرن السادس عشر كان عدد النخيل في فدك يقارب عدد النخيل كان في الكوفة، والكوفة وأنتم تعرفون فيه الزراعة كثيرة والنخيل كثيرة. وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة، وهي التي قالت فاطمة سلام الله عليها ورضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحلنيها، فقال أبو بكر أريد لذلك شهودا ولها قصة. بل ثم أدى اجتهاد عمر بن الخطاب بعده لما ولي الخلافة وفتحت الفتوح واتسعت على المسلمين أن يردها إلى ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال فهي أرض فدك أرض واسعة من قرى كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة. فلا أطيل عليكم على ما هي فدك وما هي حدودها إخواني الأعزاء، هذا كتاب الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهي كتاب قيمة جدا، وأنا أحث على العلماء والطلاب أن يراجعوا هذا الكتاب، قل ما يوجد لها نظير في الكتب التي كتبت حول الزهراء المرضية سلام الله عليها، وإن مؤلفه هو من معاصرينها وهو موجود، وإني لم ألتقي به، ولكن كتابه كتاب إنه جهد فيه جهدا كبيرا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عن الزهراء سلام الله عليها خير الجزاء بهذا الجهد الكبير. وهذا عصرنا عصر إن علماءنا كثيرا منهم يغفلون عن حق الزهراء سلام الله عليها، ويغفلون عن نشر فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وقلما تجدون كتابا علميا يبذل فيه الجهد وهي في حق إثبات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أما في بيان علم الأصول وتقريرات الفقه كثير تجدون كتب كثيرة ويبذلون فيه الجهد علماء الحوزة، ولكن الكتب التي تكون حول أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قليل جدا، بعد كل 10 سنوات 50 سنة تجد كتابا جيدا مثل كتاب الغدير، مثل كتاب هذا
أو بعض الكتب من معهد المعاصرين. إخواني الأعزاء، لاحظوا هذا الكتاب، إن فإنه الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تأليف إسماعيل الأنصاري الزنجاني الخويني خويني طبع قوم المقدسة. في هذا الكتاب إخواني الأعزاء في باب فداك، بل عفوا هذا المجلد الثامن، ها أنا لازم آتي بكم المجلد الثاني عشر من هذا الكتاب، عفوا المجلد الثاني عشر موجود، عفوا إخواني الأعزاء. الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بل المجلد الثاني عشر في فدك فدكها. في هذا الكتاب إن المصنف يتحدث عن أرض فدك وحدودها وما هي، بل في هذا الكتاب إخواني الأعزاء بل صفحة 21 يروي عن كتاب عبد الله يوسف الفدكي في تاريخ وتكون فدك. تتكون أرض فدك من حرة تكسوها الحجارة السوداء، وهي في ذلك شبيهة بأرض قريدة في المدينة المنورة، ولكن تتميز عنها بأنها ذات وديان ومنخفضات عميقة هما ناتجتان عن ثورات بركانية تقذف حممها ثم تسيل على وجه الأرض، وبعد أن تبرد تكون صخورا سوداء، وبعض هذه الصخور يبقى ضخما والبعض الآخر يتفتت ويغطى الأرض بقشرة رقيقة. وقد ذكرت فدك في الشعر الجاهلي على لسان الشاعر زهير بن أبي سلمى بقوله: لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك، وتكثر المياه الراكدة في فدك، لذلك كانت مشهورة قديما بكثرة الحمى كما هو الحال في خيبر. وفيها قال الشاعر رؤبة بن العجاج: كأنه إذا عاد فينا أو زحك حمى قتيف الخد وحمى فدك. وهي معروفة بخصوبة أرضها وكثرة نخيلها وزروعها وعينها الفوارة التي تغطى معظم المدينة سابقا، ولكنها يبست وجفت في الوقت الحاضر. ويقدر نخيل فدك بنخيل الكوفة في القرن السادس عشر، يعني كان كثير نخل في فدك في السابق، وحتى الآن هذا النخيل موجودة، وإني رأيت بعض التصاوير عن فدك، وإنها اليوم يقع في محافظة الحائل في الحجاز الحائل. وقد قدر عدد نخيلها قبل 60 عاما تقريبا 20,000 نخلة. ووصف التمور فدك بالجودة وخاصة بالنوع العجوة، وفيها قال الراجز: من عجوة الشق نطوف بالودك، ليس من الوادي ولكن من فدك. وكذلك عرفت فدك في العهد القديم بتقدمها الصناعي إلى آخرها إخواني الأعزاء. فهذا أرض فدك أرض واسعة وذات بركات كثيرة وذات زراعة وذات صناعة في ذلك الزمان، لأن اليهود كانوا يسكنون في ذلك المحل، وأنتم تعرفون أن اليهود قوم ذكي جدا، لهم ذكاوة بالخصوص في الأمور المالية والأمور التجارية، لهم ذكاوة ولهم عبقرية في ذلك، ولأجل ذلك تجدونهم اليوم أنهم مسيطرين على اقتصاد العالم. فإنهم جاءوا وسكنوا في أحسن الأودية في الحجاز، وهي بل خيبر وفدك، بل جاء في كتاب في كثير من كتبنا إن الأئمة عليهم الصلاة والسلام في بعض الكتب مثلا إن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بل قد حدد حدود فدك بهذا الحدود. لاحظوا إخواني الأعزاء الطرائف في معرفة مذهب الطوائف، بل للسيد ابن طاووس رضوان الله عليه هو المجلد الأول في هذا الكتاب صفحة 336 363
ومن ذلك ما رواه علي بن أسباط أنه سأل موسى بن جعفر عليه السلام عن حدود فلك، فقال حد أولها عرش مصر، وحد الثاني دومة الجندل، وحد الثالث تيمن، والحد الرابع جبال أحد من المدينة. فإنه كان واسعا جدا أرض فلك، كان بل أرضا واسعة على كل حال.